في الاستوديو دينا جودة من برلين. أحييكم مشاهدينا إلى روائع اليوروماكس وأجمل ما قدمنا خلال الأسبوع. ثنائي بريطاني يبرع في صنع عوالم مسرحية من الورق. الطائرات دون طيار تغزو عالم التصوير السينمائي. وأمهر البحارين يشاركون في فعاليات أسبوع كيل للقوارب. الثنائي الألماني البريطاني كريستين وديفي ماجواير يشكل عروضا فنية من الورق، وتشبه تلك العروض العوالم الخيالية المسرحية التي تنشأ بواسطة الإضاءة بألوان مختلفة وإسقاط الفيديوهات والموسيقى على الخلفيات المصنوعة من الورق، ويعتمد الفنانان هنا على العمل اليدوي الدقيق. The Hunter، الصياد، مسرح ظل في عالم من الورق. رجل محتار بين الصيد وحبه للحيوانات. مشاهد من الورق والضوء والظل أبدعها فنانان. كريستين وديفي ماجواير متزوجان ويعملان معا منذ 10 سنوات، يؤلفان القصص ويجهزان المشاهد، ودائما يكون ظلهما جزءا من أعمالهما الفنية. نريد إبداع عالمنا الصغير الخاص، ولحسن حظنا يرافقنا الجمهور في رحلتنا. حلم طفولة. The Ice Book كان عملهما الأول من الورق في عام 2009. إسقاط الضوء يظهر القصة الكامنة خلف الأوراق البيضاء. ومن أعمالهما أيضاً الفستان المسكون The Haunted Dress، وهو مشهد لفرقة رويال شكسبير المسرحية، امرأة مسكونة تعود للحياة من جديد. أجواء ساحرة مع شيء من الرعب، كما هو الحال في الخرافات، والتقنية المستخدمة تعتمد على الفكرة التي ينطلق منها الفنانان. نريد تحقيق أفكارنا بغض النظر عن الأشياء التي نحتاج إليها، سواء اضطررنا إلى تعلم قص الورق أو إلى التعامل مع برمجيات معينة، فنحن نقوم بذلك لكي نحقق الأفكار الموجودة لدينا. كريستين ماجواير ألمانية الأصل، ولكن زوجها من أصول سريلانكية. حصلت الفنانة الشابة على بطولة ألمانيا في الجمباز الإيقاعي، وبعدها بدأت تتعلم الرقص، واستطاعت بنشاطها الوصول إلى الصين وكندا. ترعرع ديفي ماجواير في لندن ودرس السينما والمسرح فيها. قصة لقائهما يحكيانها أيضا في أحد الأعمال المصورة. أدرك الاثنان بسرعة أنهما يريدان العمل معا رغم بعض صعوبات التأقلم التي واجهتهما في البداية. في البداية كانت كريستين مباشرة، لأنني ألمانية، وهذا أمر مثير، فالبريطانيون أكثر دبلوماسية، ولكنهم قد يتأخرون في مناقشة ومعالجة الأمور، وبالتالي تكون لدينا مشكلة حقيقية. كريستين كانت صريحة ومباشرة معي دائما، وقد اعتدت على ذلك. في المشهد الفني يحظيان بتقدير كبير دائما. سارة لونغ صاحبة صالة عرض في لندن وتقارن أعمالهما بأعمال فنانين كبار. هناك ما يعرف بـ Young British Artist كديميان هيرست أو سارة لوكاس، ونظرتهما ساخرة إلى العالم، والآن يقدم الثنائي ماجواير أسلوبا طفوليا، إنه أمر رائع. الأعمال الضوئية مثل الجنيات الصغيرات في علب الزجاج يبيعانها في معارض في لندن ونيويورك، ويصل سعر المجموعة إلى حوالي 4000 يورو. رائع جدا، تأخذني إلى عالم آخر، شيء سحري. ومن أجل إنجاز كل هذا تتلاشى الحدود بين الحياة الخاصة والعمل لدى الفنانين. قررنا عدم الحديث عن العمل بعد 6 مساء. صمدنا أسبوعا أو أسبوعين.
من ناحية أخرى الأمر ممتع، فالدعوات تصلنا من جميع أنحاء العالم ونسافر معا، وهذا شيء جيد. والجمهور معجب أيضا بهذه الأعمال. عندما تشاهد الآخرين يستمتعون بما فكرت فيه يكون الأمر رائعا. كريستين وديفي ماكواير يمزجان بين الحكاية القديمة والتقنيات الحديثة بأسلوب مبدع. تشهد الطائرات دون طيار تطوراً مستمراً، وهو ما دفع عدداً كبيراً من شركات الإنتاج السينمائي إلى الاستعانة بها في التقاط مشاهد من الجو بتكلفة معقولة بعد تزويدها بكاميرا رقمية. سنتعرف على المزيد الآن من خلال شركة كوبر كوبتر التي لجأت إلى هذه التقنية. مناظر من زوايا غير مألوفة أصبح من الممكن التقاطها بواسطة كاميرات مزودة بطائرة بدون طيار، فهي تلتقط وبأسعار معقولة صوراً كان يحتاج المرء لالتقاطها إلى رافعة أو طائرة مروحية. منذ بضع سنوات وسعر الطائرات بدون طيار في انخفاض مستمر بسبب معالجتها ومجستها المصنوعة بآسيا. إنها أساس نماذج عمل شركة كوبر كوبتر. لولا هذا التقدم التقني والرخيص جدا أيضا من الصين وتقنية الصواريخ الروسية، وهنا يبدو الجزء الثاني لهذا العلم، لما كان بالإمكان التقاط هذه الصور من هذه الزوايا إطلاقا. تعمل شركة الإنتاج وفق النمط المطلوب، سواء هذا بطائرات كبيرة مكلفة متعددة المراوح أو بأخرى صغيرة ورخيصة. هذه لا تستطيع حمل كاميرات احترافية ثقيلة، وغالبا ما تستخدم كاميرات صغيرة من ماركة جو برو من قبل الهواة والمحترفين. عندما نستخدم ماركة جو برو لا نعير اهتماما للصور الصغيرة ذات الحجم الصغير، لأنه لدينا ميزة إضافية في التقاط الصور الكبيرة، وهي أننا نستطيع التأرجح بمحور أيضا. تحتاج ساعة الطيران الواحدة في الطائرة متعددة المراوح إلى 5 ساعات من أعمال الصيانة. الخبرة التقنية ضرورية، ومع هذا فالعمل يستحق العناء، فسعر ساعة الطيران بطائرة مروحية عادية يبلغ أكثر من 1000 يورو. الطائرة بدون طيار يمكن إيجادها بأسعار معقولة، خاصة لدى المصورين الهواة الأفلام كالبرليني شتيفان فاستا. جودة الصورة ليست عالية، ولكن فاستا مهتم في تجاوز العقبات واكتشاف أماكن جديدة، يتم تشغيلها بواسطة هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي، وذلك بفضل نظام تثبيت طيران آلي بسيط. يعجبني سهولة الطيران والتحكم به بطريقة مفهومة غير معقدة، كما يعجبني وجود نظام الوحدات التي لا تتطلب من المستخدم خبرة كبيرة في مجال تركيب النماذج ليستطيع التحكم بطيرانها. العمل في مجال الطائرات بدون طيار يتطور، فشركة باغو الفرنسية تعمل الآن على تحسين نوعية الكاميرا. نموذجها الهجين الأحدث واسمه رولينج سبايدر يمكنه حتى التصوير أثناء الطيران والدوران. أرخص نموذج طائرة بدون طيار لا يتجاوز سعره 300 يورو. يعير شتيفان فاستا أهمية لبساطة الطائرة الصغيرة بدون طيار، حيث يمكن تغيير أي جزء فيها على حدة. الطيارون الهواة ممن يستخدمون طيارة بدون طيار لا يتجاوز وزنها 5 كيلوغرامات لا يحتاجون إلى رخصة تحليق في ألمانيا، لكن التحليق لا يتم دون خسائر. هناك أيام عمل جيدة وأخرى سيئة، وهناك أيام يمكن أن نجري فيها تصليحات أو تبديل قطع غيار، وهناك أيام وأسابيع أخرى لا يحتاج المرء فيها إلى تصليح أي شيء. هناك نماذج ثمينة كتلك الصينية من ماركة دي جي آي، والتي يبلغ سعرها 1000 يورو تقريباً، لكنها مقابل ذلك توفر صوراً بجودة أعلى بكثير. لقطات هواة يمكنها أيضاً أن تبدو جيدة للغاية، وهذا ما يتعلق بالجهد الذي يبذله من يتحكم بالطائرة. في حين تحتاج شركات أفلام تجارية ككوبا كوبتا إلى رخصة تحليق وإلى الخضوع لفحص عند مصلحة الطيران، في الطائرة الكبيرة بدون طيار يتم التحكم بحركة الكاميرا والطيران من قبل عدة أشخاص في وقت واحد. أحب شخصياً اللقطات والمناظر من الأعلى كالكثيرين على ما يبدو. وصناعة آلة تطير هو بمثابة أعجوبة. وصدقني في كل مرة أراها ترتفع في السماء أشعر بسعادة غامرة.
اللقطة من الأعلى فاتنة، وهي تمنحنا مسافة لالتقاط مناظر غير عادية. ومع هذه الكاميرات الجديدة المزودة بطائرات بدون طيار، استطاعت الصور أن تتعلم الطيران على الأقل. عرضت في أسبوع باريس للموضة تشكيلات موسم الصيف للعام القادم، التي تتميز بألوانها البراقة والأناقة وقصاتها الضيقة وغير المألوفة. ويشارك بتلك العروض الألماني الشاب باول بوخة، الذي يتمتع بشهرة عالمية في عالم الموضة. عارض أزياء شهير على منصة العرض، بول بوش يعرض أزياء المصمم البلجيكي دريس فان نوتن في باريس. بدأ العارض ذو 26 عاماً قبل ذلك بفترة قصيرة وكأنه سائح عادي، وعندما يتجول في باريس يمكن أن تحدث لقاءات غير مألوفة. فبول بوش يلتقي بنفسه هنا مثلاً في حملة دعائية لشركة كينزو. عندما يرى المرء نفسه في الصورة لأول وهلة يبدو له ذلك غير مألوف، لكنني قمت بذلك لبعض الوقت، والحملة الدعائية جلبت لي متعة كبيرة، وأنا أشعر بالفخر عندما أرى ذلك وأبتسم وأنا أمر على هذه الصور. ولد في بلدة صغيرة بولاية تورينغن ويعيش الآن بين برلين ونيويورك. وقع عقدا مع أكبر وكالة لأزياء الرجال في باريس، بانانز موديلز، وهو يناقش مع وكيلة أعماله المواعيد القادمة. ما يميزه هو أنه دقيق في مواعيده ويتعامل بلطف شديد مع الزبائن. هذه قضية مهمة. يتمتع بجسد رشيق لكنه ليس نحيفا، فتكون الملابس لائقة عليه بشكل مثالي، ولذا فهو مطلوب كثيرا في عروض الموضة. تم اكتشافه في برلين عن طريق الصدفة عندما كان عمره 16 عاما. جاء شخص ما وكان متعجلا فقال لي: هل تريد الذهاب إلى باريس أو ميلانو أو نيويورك وتصبح عارض أزياء وتسير على منصة العرض فتلتقط لك الصور؟ فما هو رأيك؟ فدخلت بعد العمل إلى موقع الوكالة ورأيتها مثيرة، فاتصلت بوالدي فشاهد الصفحة وقال: يمكنك أن تذهب إلى هذه الوكالة. لقاء غير حياته، وأصبح العارض الألماني مرغوبا ومطلوبا في عالم موضة الرجال، فهو يتحول ببراعة بينما هو ناعم وأنثوي والرجولة. وعلى الرغم من نجاحه إلا أنه ينظر إلى عالم الموضة بشكل نقدي. لم يكن العمل سهلا مثلما يتصور المرء، فهي مهنة تجعل الإنسان وحيدا، وعلي أن أتعامل بالطبع مع حالة الرفض والصدود التي أواجهها، لكن هذا العمل يجعلني قويا وصلبا من ناحية ثانية. بعد ذلك يذهب إلى عرض الأزياء الذي صممه دريس فان نوتن سيرا على الأقدام مرورا بساحة لا كونكورد، لكن عليه الإسراع، فعارضو الأزياء يجب أن يكونوا حاضرين قبل موعد الاستعراض بثلاث ساعات وهنا في غران بالا بباريس، حيث يصففون شعره ويضعون له المكياج ويتمرن قليلا على العرض. هذا كله أمر بديهي لكبار العارضين. يجب الوقوف والسير باستقامة، ولا يجوز أن يرخي العارض كتفيه، بل يجب أن يكون واثقا من نفسه. المصمم البلجيكي دريس فان نوتن يطلبه للعمل معه بشكل منتظم، وقد استلهم تصاميمه من عالم الباليه. وعلى منصة الاستعراض يجذب بول أنظار الحاضرين بمظهره المثير. أعتبر بول بمثابة أيقونة، فأسلوبه يختلف عن أساليب العارضين الآخرين، فهو يبرز كل قطعة ملابس بشكل واضح، وإنني معجب بتعبير وجهه وطريقة حركته. إلى جانب عرض الأزياء يطمح بول بوش بأن يصبح ممثلاً، لذا دخل إلى دورة تعليم في نيويورك، واشترك حتى الآن في تسجيلات موسيقية وأفلام قصيرة وعروض مسرحية. هناك رغبة في داخلي للتمثيل وأن أصبح فناناً، وإنني أعرف ذلك بالضبط، وهناك العديد من وسائل الإعلام التي تعاملت معها، لكن شعوري عندما أقف على خشبة المسرح شعور فريد للغاية.
إذا تأملناه قليلا نراه يشبه كلاوس كينسكي في شبابه، لكن بول بوش سيذهب الآن بغية التحضير لعرض الموضة القادم في باريس. في مدينة كيل شمال ألمانيا أقيمت فعاليات أسبوع كيل للقوارب التي تعد من أشهر الفعاليات في هذا المجال على مستوى العالم. كما تقام أيضا على هامش أسبوع كيل فعالية تعرف بسباق ماغين كوتا الذي نسلط عليه الضوء الآن. تعتبر هذه القوارب الشراعية التي كانت تستخدم سابقاً كقوارب إنقاذ في البحرية الألمانية مشاركاً أساسياً في أسبوع كيل الذي يعد أكبر فعالية رياضية للقوارب الشراعية في العالم. قبل ساعتين من انطلاق السباق يتفقد يان جونتا وزملاؤه الثمانية قارب البحرية رقم 20. يعرف المتسابقون قبل الانطلاق بوقت قصير بأية قوارب سيشاركون، فالقوارب تضعها القاعدة البحرية في كيل تحت تصرفهم. لا أستطيع الآن أن أحكم على القارب لأننا تدربنا في الصباح بقارب آخر، وقد تم إجراء قرعة حتى يتساوى الجميع في الفرص. يشارك 23 فريقا في السباق الأول من الفئة الحرة، وقد أتى هواة الإبحار الشراعي من كل أنحاء ألمانيا إلى البطولة التي ينظمها القبطان البحري توماس جيبورتسكي منذ 25 عاما. تاريخ المسابقة يعود إلى عهد القيصر، حيث تنافس في عام 1881 طاقمان بالمراكب الشراعية فيما بينهما، وقد حظيت الفكرة بالإعجاب لدرجة أن الجميع اتفقوا على إقامة المنافسة كل عام، وهذه كانت بالفعل البداية الحقيقية لفعاليات أسبوع كيل. استعدت الفرق للانطلاق عند خط البداية في قلب خليج كيل. جمعية فلينسبورغ لرياضة الإبحار الشراعي التي يرأس فريقها يان جونتا تشارك في السباق منذ عام 1997. فريق القوارب الشراعية متميز لأنه على متن هذا القارب الصغير 9 أفراد، لكل منهم دور محدد يؤديه بكفاءة عالية، وهذا أمر ممتع. غالبا ما يجتمع الفريق مرة واحدة فقط كل عام في هذه المسابقة. ننتظر مهرجان أسبوع كيل كل عام بشغف شديد. يلتقي في أسبوع كيل نخبة ممارسي رياضة الإبحار الشراعي في العالم، حيث يتنافس الفائزون بميداليات أولمبية وأبطال العالم وكذلك الهواة في حوالي 1700 سباق. وقد تطورت الفعالية الرياضية في العقود الأخيرة لتصبح احتفالية شعبية كبيرة يتابعها الملايين. أنا مبهورة بالأجواء وبكثرة ما يستحق المشاهدة. متعة ووجوه بشوشة، الطعام والقوارب. معظم القوارب لا تسمح برؤيتها إلا من بعيد، كما هي الحال مع القوارب البحرية. وعلى متن قارب طاقم فلينسبورغ بدأ التوتر يزداد مع اقتراب موعد انطلاق السباق. انطلق السباق، وعلى الفرق قطع مسافة ما يعرف بالمثلث الأولمبي التي يتراوح طولها ما بين 5 و6 أميال بحرية، أي حوالي 10 كيلومترات. يتعين أن يكون عمل الفريق متناغماً حتى يتمكن كل فرد من أداء مهمته في هذا الحيز الضيق. كيف تسير الأمور؟ الرياح أقل مما ينبغي. زادت شدة الرياح قبيل انتهاء السباق ووصلت إلى 6 عقد، لكن هذا أيضا لم يسهل على الفرق مهمة التحكم في القوارب. بعد ساعة تقريبا وصلت القوارب إلى خط النهاية. حل يان جونتا وفريقه في المركز 15. المشاركة ترتبط بالرغبة بالفوز. في هذه المرة كانت هناك تحولات بالرياح لم تكن في صالحنا، فالأمر يعتمد لدرجة ما على الحظ أيضا. الإبحار على متن قارب تابع للبحرية يمثل تجربة متميزة لأفراد الفريق، ويذكر بنشأة أسبوع كيل التي جعلت من المدينة الألمانية الشمالية مركزا جذابا لرياضي الإبحار الشراعي من كل أنحاء العالم.
هواية جمع الملصقات عن لاعبي كرة القدم يمكن القول بأنها ظاهرة موجودة لدى المشجعين في مناطق مختلفة وارتبطت بانطلاق بطولة كأس العالم. وتقوم شركة بانيني الإيطالية على سبيل المثال كل 4 أعوام بإطلاق ألبوم ملون وملصقات حديثة في الأسواق تشتهر كثيرا بين محبي هذه الرياضة. ويعد البرتغالي ياو كاميلو أحد هواة جمع ملصقات هذا الكتيب بالتحديد. 640 ملصقا صغيرة الحجم لفرق كرة القدم ولاعبيها. البرتغالي جواو كاميلو جمع كل ما عثر عليه من ملصقات بانيني وقضى أسابيع في لصق صور المنتخبات المشاركة في المونديال. إنها رائعة ويجب لمسها لتحسس ذلك، وأنا لا أبدأ عادة بعملية اللصق إلى أن أجمع كل ما أحتاجه من ملصقات، وعندما أبدأ باللصق لا أتوقف إلى أن يمتلئ الألبوم بالصور. عندما تمتلئ 40 صفحة بالصور عندها يختفي حماسه. يعيش جواو كاميلو في لشبونة منذ 20 عاما، يحرر مقالات لإحدى الصحف كما يساعد والده في الفنادق. شغفه الأكبر هو كرة القدم، والاستعداد للمونديال يعني له اقتناص أكبر عدد ممكن من ملصقات بانيني. حمى التبادل والتجارة بهذه الملصقات أصبحت منتشرة في العاصمة البرتغالية، والكل يريد صورة لكريستيانو رونالدو النجم البرتغالي. وهكذا تحولت الأكشاك إلى بورصة لتبادل هذه الملصقات. أصبحت التجارة بالملصقات رائجة لدينا على مدار السنة، لكن ملصقات المونديال لا تباع إلا بعد كل 4 سنوات، وهذا يفسر حجم الإقبال على اقتنائها، علما بأن هواية جمع الملصقات لا تهم الصغار فقط بل والكبار أيضا. هنا في مودينا بإيطاليا توجد شركة بانيني التي تنتج سنويا ملايين الملصقات بصور مشاهير العالم. أسس الشركة الأخوان بانيني وكان ذلك عام 61، وفي نفس السنة صدر أول ألبوماتها. ومنذ مونديال عام 70 الذي استضافته المكسيك أصبحت شركة بانيني تصدر كل 4 سنوات قبيل انطلاق بطولة كأس العالم ملصقات منفردة وأخرى مجتمعة في كراسات. ورغم الانتقادات بشأن عدد الملصقات التي تنتجها شركة بانيني لكل لاعب، إلا أن ذلك لا يؤثر على الملاعين بها. إني مولع بجمع الملصقات منذ الصغر، فعندما كان عمري 5 سنوات طلبت من أمي أن تشتري لي كل ما تعثر عليه من ملصقات. قام بنفسه بلصق صور ألبوم مونديال 78. أما هذا الألبوم الذي يمثل مونديال 74 في ميونخ فقد اقتناه لاحقا، وأسعار مثل هذه الألبومات تتراوح حاليا بين 300 و600 يورو، لكن جواو كاميلو لا يفكر في بيعها. وإلى جانب الطرق التقليدية لتبادل الملصقات، هناك طرق عصرية لبيع الألبومات على شكل تطبيقات. يجب أن ألمس الملصق بأصابعي وأن أرى وجه الشخص الذي أتبادل معه الملصقات، ولهذا السبب لم أفعل ذلك يوما عن طريق الإنترنت، وأعرف أن الشباب يفعلون ذلك، أما أنا فأصر على مقابلة الشخص الذي يبادلني نفس الهواية ولو لبضع دقائق. وبينما ينصرف الآخرون لقضاء أعمالهم اليومية، يتابع جواو كاميلو مباريات المونديال حريصا في نفس الوقت على متابعة لصق صور لاعبي المونديال الحالي لإتمام ذلك قبل ربع النهائي. فموسم المونديال موسم عمل جاد في نظره. المونديال يعني موسم الفرجة والحماس الشديد، كما يعني لي مواصلة توثيق صور النتائج في الألبوم إثر كل مباراة، وهي هواية ساخنة كالحمى. الجميع في لشبونة متشوق لمعرفة اسم البطل المقبل، أما هو فمتأكد بأنه سيكون من أمريكا اللاتينية. بطل هذا المونديال سيكون المنتخب الأرجنتيني. مباراة مونديال البرازيل على أشدها وهو كرة القدم في لشبونة والعالم يتابعونها بحماس وقلق.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من روائع يورماكس. انتظرونا غدا مع مواضيع أوروبية جديدة. أطيب التحيات وإلى اللقاء.